تدشين ملتقى أمانة المنطقة الشرقية تحت مسمى بطولة ورسالة. من هنا تحديداً محافظة الخبر إلى 6 محافظات أخرى من محافظات المنطقة الشرقية، مقدمين شكرنا لمولاي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي سعود بن بندر، نيابة عن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير. نرحب بسعادة الأستاذ محمود الرتوعي وكيل الأمين للخدمات. هذا الحفل أكيد لرعايته حفل تدشين شعار ملتقى أمانة المنطقة الشرقية تحت مسمى بطولة ورسالة. أصحاب السعادة، كما نرحب بجميع مدراء الإدارات في أمانة المنطقة الشرقية ورؤساء البلديات. ضيوفنا الكرام، نرحب أيضاً بالإعلاميين والإعلاميات مكملين النجاحات دائماً أينما كنتم. حياكم الله حضورنا الكريم في هذا الحفل برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير الذي وجه بتوفير كافة التسهيلات والسبل لإنجاح هذا الملتقى واللي بدأ نسخته الأولى ب24 فريق والثانية ب64 فريق والثالثة كانت العام الماضي وصلت ل152 فريق. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموسم الكلمة الآن للجنة المنظمة يقدمها الأستاذ علي هبة المشرف العام على الملتقى، فليتفضل. مرحبا ومسهلا، الله يحييكم سعادة الوكلاء والرؤساء البلديات المسؤولين الدكاترة الإعلاميين الضيوف الكرام رؤساء الفرق. الحشد كبير والوقوف أكثر من الجلوس، اللهم لك الحمد لك الشكر. أولا باسمي وباسم جميع اللجان المنظمة نشكر كل من سعى معنا وساهم في إقامة هذا الحفل. للمعلومية هذه مجرد بداية، احنا لم نبتدي، بدايتنا بتكون إن شاء الله بعد يومين. خلال شهرين والله عملنا بشكل كبير جدا 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 وجهود يعني كبيرة من أجل أن نقدم ما بدأناه قبل 4 مواسم بطولة حقيقة نهدف من خلالها نحن يعني نرسخ مفاهيم الرياضة، مفاهيم الثقافة، مفاهيم التعليم داخل الأحياء. نفتقد لهذا الأمر، أنا اليوم عندي أبناء فكنت أفتقد لهذا الأمر في يوم من الأيام، ما كان في عندنا في الحارة لا بطولات ولا، فحقيقة كانت هدف رئيسي عندنا من تقريبا 14 سنة واشتغلنا بشكل كبير جدا. مهندس عماد الفهيد رفيق الدرب والمدير التنفيذي للبطولة، لولا الله ثم أبواب الأمانة وحقيقة اللي شرعت أمامنا وبمباركة من أمارة المنطقة الشرقية وخاصة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف اللي يستحق أيضا التحية. ما وصلنا إلى هذا المكان، والله إني أتردد كثير إني أقعد أكتب لي كلمة وأنمقها وأحط فيها كلام قد لا يعبر، لكن الشوف حقيقة يكفي اللي إحنا قاعدين نشوفه. لكل عطاء قيمة ولكل قيمة بصمة وأثر، وحضورنا اليوم مختلف، وفي هذا الموسم نرسم معكم الاختلاف والتميز، ونطمح بأن يكون عدد الفرق 113 بإذن الله تعالى. نترككم مع هذا العرض الخاص بتدشين شعار البطولة لهذا الموسم.
حياكم الله متابعي شبكة الفارس الإعلامية، رحب فيكم ورحب في سعادة الوكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود الرتوعي، حياك الله معنا، تشرفنا بحضورك اليوم على قناة شبكة الفارس الإعلامية. الله يسعد أيامكم، أنا سعيد حقيقة بتواجدكم معنا في هذا اللقاء الجميل في تدشين ملتقى الأمانة تحت بطولة رسالة. حقيقة هذه البطولة في نسختها الرابعة حقيقة تقدمها الأمانة بمشاركة مجتمعية مع اللجنة المنظمة. حقيقة احنا سعيدين بالتنفيذ وتنظيم هذه البطولة التي حقيقة طبعا مشاركة مجتمعية لكافة شباب المجتمع. النسخة هذه إن شاء الله سوف تقام أيضا بطولة للسيدات كافة شرائح المجتمع من أطفال تحت 12 سنة إلى 17 سنة إلى ما فوق حقيقة 30 سنة. هذه البطولة حقيقة طبعا الأمانة دائما تحرص على مشاركات المجتمعية، طبعا معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير دائما يحثنا على مثل تلك المبادرات لما لها من فوائد حقيقة عظيمة في كافة أفراد المجتمع. طبعا احنا في المنطقة الشرقية حقيقة نسعد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر نائب أمير المنطقة الشرقية. دائما حقيقة توجيهاتهم تحثنا على المشاركة ودعم كافة القطاعات التي تنظم مثل هذه الفعاليات. في الأمانة دائما حقيقة نسخر كافة الحدائق أو الملاعب اللي موجودة والساحات اللي موجودة لتهيئة مثل تلك الملاعب لإقامة مثل هذه البطولات اللي حققت نجاحات في السابق، ونتطلع إن شاء الله السنة هذه إلى تحقيق النجاح الذي دائما نأمل فيه وفق توجيهات قيادتنا الحكيمة. نشكركم على حضوركم. سعادة وكيل أمين الخدمات، شكرا جزيلا. الله يسعد أيامك، أنا سعيد بتواجدكم معنا. احنا سعيدين جدا بمشاركة الأمانة ورعايتها لمثل هذه الأحداث اللي تساهم في أنها ترفع مستوى المشاركة لأفراد المنطقة، وتساهم في يعني تحسين جودة الأنشطة والفعاليات الرياضية بالذات، كون أن المملكة اليوم المملكة العربية السعودية اليوم ستكون راعية لأحد الأحداث الرياضية على مستوى الأعوام القادمة بإذن واحد أحد إن شاء الله. دكتور شكرا جزيلا لك. شكرا مقدر لكم، الله يعطيكم العافية وموفقين. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء الله يعطيكم العافية على الحضور المشرف وشبكة الفارس دائما في المقدمة في الأحداث الكروية والمناسبات، يعني ما يخلونا الأمانة، وهذا شكرا لهم للطاقم المصورين ولك شخصيا على هذا اللقاء المتكرر معك، ما شاء الله تبارك الله مبدع أنت معنا دائما. يعني أول شيء عشان تتضح الرؤية بمناسبة تدشين هذا الشعار، أحب أشكر أخوي الغالي الإعلامي علي هبة والمهندس عماد الفيد لإتاحة الفرصة لرابطة فرق الأحياء في عمل توأمة في بطولة ورسالة. اليوم تشارك في بطولة الرابطة تحصل في الفئة المفتوحة بمشاركة مجانية، مو كل الفرق راح تقدر تشارك للأمانة، لكن شفنا تسابق للفرق وهذا شيء يحسب لهم ويفيدهم، لأن بطولة ورسالة كانت المنبع الرئيسي لفرق الأحياء في المنطقة الشرقية في الدمام والخبر، تتكلم عن أكثر من 7 محافظات. اليوم الحمد لله وفقنا كمجلس إدارة بالرابطة بعمل توأمة وشراكة مع بطولة ورسالة، وهذا الجهود اللي تشوف بالتعاون ما بين الطرفين من اللجنة العليا بقيادة الأستاذ علي هبة والمهندس عماد الفهيد والرابطة بقيادة أعضاء مجلس الإدارة والشباب، يعني ما قصروا الحمد لله. أستاذ علي شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. من هذا المنبر أحب أشكر شخص يد بيضاء للأمانة لنا في هذا الحفل وهذا الكرنفال اللي هو المهندس محمود الرتوعي أبو يوسف، للأمانة أخ جنة بما تعنيه الكلمة من الكرم من الاستقبال، على كثر ما هو مشغول إلا أنه فتح لنا بيبانه للاستقبال للأمانة، وفضل الله وللأمين ثم لأبو يوسف ما قصروا معنا. شكر، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. أهلا وسهلا، وأنتم اللي شرفتونا، وشبكة الفارس العالمي شبكة شريكة في نجاحنا عبر المسابقات الرياضية كلها، كانت هي مع شبكة رصد النورة متلازمتين ومستمرة معنا، وأنا أشكرهم وأشكر الأخ علي صراحة، كلمناه الفجر ولبى الدعوة ويعني وترك يمكن ارتباطات كثيرة، الله يعطيه العافية. أشكره وأشكر الأخوان الأخ علي هبة زميلي وصديقي صراحة، الإنسان اللي طلعني طلعني الكرة مرة ثانية، أنا كنت مختفي على فكرة، وإن شاء الله نطلع بصورة جميلة أفضل من السابقة
ونعمل حدث رياضي إن شاء الله ستتحدث عنه الإعلام كله بإذن الله. وشكرا لكم وشكرا لك المذيع الجميل المبدع، الله يعافيك يا رب. والله الحمد لله. أول شيء يعني إحنا كل بطولة نعمل شعار جديد متجدد لا يبتعد عن الشعار القديم بإذن الله. الشعار يحتوي على رياضة ورسالة، يعني اللي انتبه للشعار يشوف كيف مكون من كرة قدم ورسالة للرياضيين وللجمهور وللمنطقة، شباب المنطقة. وإن شاء الله حنا بنعد ندوات توعوية من خلال البطولة، وسنصل إن شاء الله إلى أبعد المحافظات في المنطقة الشرقية. سعادة المهندس شكرا جزيلا. شكرا لك يا بعد قلبي. شكرا لك.